موضوع اللاجئين في مديرية الوازعية كواحدة من المديريات التي أجداحتها الحرب يعاني فيها النازحون كغيرهم من باقي النازحين في ذات بس المديريات. معلش الوقت بس يعني التقرير ذكر يعني عدة أوجه من المعاناة التي يكابدها النازحون، والآن هم يعني في فصل الشتاء يعني بتتضاعف المعاناة، دوركم ما هو؟ نعم بالتأكيد نحن مع مطلع فصل الشتاء تزداد المعاناة كثيرا نظرا للاحتياجات المأوى والمواد الغير غذائية، والغذاء أيضا يأتي على سلم هذه الاحتياجات. طبعا نحن نعمل جاهدين على متابعة الجهات الإنسانية والرفع بالاحتياجات أمام هذه المنظمات الشركاء الإنسانيين المتعهدين أساسا والتي تلقى عليهم مسؤوليات تغطية الاحتياجات. طبعا لدينا مشكلة احنا لدى العاملين الإنسانيين فيما يخص طبعا موضوع النزوح في اليمن الذين في إطار صنعاء فعلا هناك تقارير ترفع على أساس أنه موضوع الاحتياجات في إطار صنعاء يأخذون 70%، وهذا بالنظر هو في تحيز في هذا الموضوع، بالإضافة إلى بقاء كثير من المنظمات التي في إطار صنعاء يتأثرون بوجودهم هناك في مسألة فيما يخص مسألة التغطية للاحتياجات. نعم، والنازحون في هذا الإطار النازحون أيضا اشتكوا في هذا الإطار أنه المنظمات بتصرف للنازحين في مناطق السطوة الحوثية وبتتجاهل الأسر اللي في المناطق المحررة. من المعني بإيقاف كل هذه المهازل؟ الشرطاء العاملون بداية تأتي المسؤولية عليهم الذين يتدخلون في الاستجابة الطارئة، تحديدا أول خطوة للنازح يفترض للتعامل مع الشركاء الإنسانيين هي هم العاملين في الاستجابة الطارئة، ثم ينتقل الأمر إلى برنامج الغذاء العالمي. كان قبل سنوات على أساس أنه يتم إدراج النازحين ضمن تدخلات برنامج الغذاء، حاليا هذه المسألة فيها كثير من التمييع والتنصل عن هذه المسؤولية. النازح يبقى لعدة أشهر وأحيانا يمتد لسنوات لا يحصل على لا يمكن أن يستفيد من مسألة الحصة الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء.